بمناسبة افتتاح السوق الحي الجديد كسب رطا بشفتي كرئيس ديال المجلس مقاطعة السوالي ممثل جماعة طنجة، كنهني جميع الرابطات التجارية وجمعيات التجار ديال السوق كسب رطا على الالتزام ديالهم وعلى التنسيق اليومي اللي كان عندهم معنا كمجلس مقاطعة ومع السلطة المحلية. هذا التنسيق اليومي الميداني اللي خلى ان السوق يكون في واحد الحله جديده، الحمد لله تم الالتزام ديال جميع التجار ديال السوق كسب رطا بذاك المنشور ديال لجنه التتبع المنبثقه عن المجلس ديال مجلس المقاطعه وعن السلطه المحليه وعن الرابطه ديال التجار. الحمد لله ان حنا كجماعه طنجه وكمجلس مقاطعه السواني الحمد لله بالتنسيق مع الممثلين ديال التجار ان حررنا الملك العمومي، حاولنا الوصول الممرات، حاولنا نوضعوا نقوموا بالتنظيف والتعقيم اليومي ديال السوق كسب رطا. نتمنى من الله اننا هذه الاجراءات الوقائيه اللي كتقوم بها الجماعه والمقاطعه مع الجمعيات ومع الروابط ان شاء الله يكون شيء يومي ومستمر، ماشي في ظل جائحه كورونا. ان شاء الله خدينا على العاتق ديالنا مع رؤساء الرابطات والجمعيات ان هذا الشيء يكون يعني باستمرار ويكون يومي، ماشي ان النظافه والتعقيم تحرير الملك العمومي التواجد ديال الجماعه داخل السوق يكون دائما وباستمرار. ولهذا السبب هذا احنا كمجلس خلقنا واحد المديريه ديال السوق كسب رطا نكتأثر المدير ديال السوق مع خمسه الاعوان اللي غيكونوا مع اعوان ديال السلطه ان شاء الله يشرفوا يوميا على التنظيم ديال السوق السوق ديال الحي الجديد. اللي بغيت نقول هو ان التجار ديال السوق كسب رطا صراحه انوه بجميع التجار لان مجرد ما اعلن المغرب حالة الطوارئ الصحيه ان اول من خذ القرار ديال اغلاق السوق هما التجار نفسهم، ليست ماشي السلطه او الجماعه هي اللي امرت بالاغلاق، بل التجار الضمير الوطني ديالهم قال لك حنا خصنا نغلقوا هذا السوق هذا، وفعلا وخلقوا لجنه اليقظه مع بعضيتهم انهم هما اللي كانوا كيعملوا الحراسه، هما اللي كانوا كيسهروا على 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 التعقيم على التنظيم الى اخره. اذا بهذه المناسبه هذه كنهني الجميع اللي سهر على افتتاح السوق هذا. اولا جيت سعيد بتواجدي اليوم في اول نهار ديال افتتاح اكبر سوق في الشمال، اكبر سوق الجهه ديالنا وسوق كسب رطا، فلابد بالوقوف وقفه تحيه واجلال واخلاص الاخوان التجار على الصبر ديالهم اولا، كذلك على المثابره ديالهم. واليوم بابانوا لا رؤساء جمعيات ولا روابط ديال هذا السوق ولا التجار بواحد حس بالوطنيه اولا، وكذلك بينوا على الاخلاق والنبل ديال هذه المهنه هذه. شفتوا اليوم انتم حنا متواجدين في السوق كسب رطا حله جديده اللي كتمتاز بها اليوم هذا السوق، كيمتاز بها السوق هذا اللي اليوم الحمد لله الممرات توسعوا، هناك تدابير احتياطيه للمواطن جد مهمه، فهذا يثلج الصدر. كذلك لابد من نعطوا اشارات قويه للجميع لا السلطات المحليه ولا المسؤولين بانهما عند حسن الظن ديال 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 المواطنين، وهنا كيراهنوا على انطلاقه حقيقيه لواحد الاقتصاد وطني واللي كيساهموا فيه كذلك، وكذلك هما حريصين على صحه المواطنين، وهذا اللي كنا كنبتغيو به. كنا في لقاءات ماراثونيه منذ تقريبا شهر، لقاءات اجتماعات فيزيو كونفيرونس، لقاءات مع جمعيات روابط للتدابير، فكنظن بان الحمد لله ربي وفقنا كاملين بمجهودات كلها، مجهودات ديال الولايه ديال اعضاء الغرفه التجاره والصناعه ولا المكاتب ديالهم، وكذلك الجماعه الترابيه يعني برئيس مقاطعه ديال السواني،
ولا كل اطر اللي واكبت باش هذا باش يكون باش يفتحوا هذا السوق ان شاء الله اليوم. شكرا. اليوم الحمد لله افتتاح سوق كاسا براطا يوم السبت بعد ما اجلناه ليومين لاسباب تقنيه. سوق كاسا براطا اللي كان الاغلاق ديالو دام حوالي 100 يوم، هاد 100 يوم لم تمر مرور الكرام، كانت معاناه ديال التجار فيما يخص دون اي مدخول، ولكن الحمد لله استطعنا اننا نستثمروا هذا الوقت هذا هو في اعاده هيكله سوق الحي الجديد كاسا براطا، واحد الحله جديده اللي كتشوفوها اليوم هي توسع الممرات، كاين واحد المجموعه ديال الحاجات اللي دخلناهم السوق فيما يخص العلامه ديال التشوير، كذلك الوسائل ديال التعقيم وما الى ذلك. فاحنا داخل هذه 100 يوم قلنا اننا نستثمروها من اجل المستقبل، من اجل سوق اخر للغد، من اجل واحد السوق اللي يقدر ان شاء الله تعالى انه يدخل في منافسه ديال اسواق شعبيه اللي على الصعيد الوطني ولا الصعيد الدولي، لان بحال كتعرفوا طنجه الان مقبله على واحد مجموعه ديال التحولات، فلما لا سوق كاسا براطا هو انه يتطور الوسائل ديالو ويرتاح فيه الزبون اللي يدخل، انه يجبر واحد مجموعه ديال المرافق ويجبر واحد مجموعه ديال وسائل الراحه، ومنها بطبيعه الحال انه يجبر شارع في مستوى معين ويجبر راحته، وهذا الشيء هذا هو كيرجع فيه الفضل، كذلك واحد العمل تشاركي، هذا العمل هذا ما كانش بوحده ديال التجار، ما كانش بوحده ديال الرابطات، بل كان بتشارك مع مقاطعه سواني وكذلك مع غرفه التجاره والصناعه والخدمات، وهنا كنشيد بالسلطات المحليه على راسها السيد الوالي والسيد ولي الامن اللي ما دخلوش المجهودات ديالهم في اطار ان الانجاح ديال هذه التجربه هذه هي اللي دخلنا فيها، وتجربه جديده ان شاء الله من اجل واحد السوق اللي كيشرف طنجه، وحنا مقبلين كذلك على واحد التجربه جديده في هذا السوق هذا هو من اجل واحد السوق ديال المستقبل، سوق ديال الماضي اللي انه ربح واحد مجموعه ديال الرهانات من ناحيه ديال الكليان، من ناحيه ديال الشهره اللي دابا الشهره ديالو كتوصل عالميه، انه هنا واحد مجموعه ديال المشاهير دخلوا لهذا السوق، والان بغينا المستقبل كذلك يكون هذا السوق هذا هو مستقبل ان شاء الله زاهر، وهاد التجار هذا هما يعوضوا الخسائر ديالهم اللي خسروها في هاد 100 يوم. المقاطعه ورئيسها ومن طرف السيد الوالي مشكورا، ومن طرف السيد الباشا، ومن طرف الوالي ديال الامن ديال مدينه طنجه، ومن طرف التجار خصوصا، لان هادو خصنا نشكروهم على الصبر ديالهم وعلى التضامن ديالهم وعلى التضحيه ديالهم. مرحبا بكم معنا في السوق افتتاح الجديد، شدينا 20 في شهر 3، وانما عاشينا واحد الظروف قاسيه، جبنا سلعه جديده اللي صيفيه، وكنتمنوا ان شاء الله نعاودوا هذه الخساره اللي كانت اللي دازت، وكنتمنوا يكون ان شاء الله في حله جديده السوق ان شاء الله، ويكون في احسن مستوى واحسن تقدير، واحتراماتنا للكليان ديالنا كامل والناس اللي كيجيو لكاسا براطا مرحبا بهم. معكم كوميرسيال حمزه الصمادي ميموني ديزاين. بالنسبه للحاجه الصحيه اللي شادينا يعني شادينا معاه قالوا شادينا بدقه واحده اللي ما زلناش يفتحنا، واللي ملي قربوا استعداد بقى كيقولوا زعما نوجدوا السوق واستعدادات، وجدنا الحمد لله يعني الارضيات، وجدنا التعقيم، يعني المسائل اللي تكلفنا بالدوله كامل كانت عددناها، والحمد لله كنتمنى هادشي الله يدوز لاخر واخر، ونقولوا زعما الزبناء مدينه طنجه مرحبا بكم سوق كاسا براطا بحله جديده، ما عليكم ما تخافوا ان شاء الله ربي، مرحبا بالجميع. السلام عليكم، حنا مسؤولين على مطعم دم وتشوف صوت كاسا براطا، الحمد لله كنا عاملين الحجر الصحي واستجبنا للطلبات ديال الدوله، وكنشكروا السلطات اللي قامت بالواجب وفتحت لنا السوق. دابا حنا كنخليو شي دابا تحاس، عاملين مسافه امان، عاملين الوقايه، عاملين الواجب ديالنا، كنتمنى ونعوضوا هاد الثلاث شهور اللي دازت واخا قاصحه علينا، ان شاء الله نشوفوا سوق جديد وحله جديده، وان شاء الله يكون معها الخير. احنا كاينين بالواجب الرئيسه. واحد كيتي حديثي حاجه اخرى. ضروري عمي ديالي، راه شاري ديال الناس. راه
ما كاين شي واحد كيعيطنا، كنا كنمشيو نعملوا الاصلاح اولا كان شي حاجه صعيبه كنديها معايا للدار كنعدلها له كنجيبها له للدار باش ما يخرجش حتى شي واحد من الكليين ديالي للزنقه. انا كنت كنمشي عندهم النهار اللي وقفنا مرضي وحنايا كنديبلاسيو عند الكليان عند الديور ديالهم، كنجيبوا التليفونات وكنديوهم للديور ديالنا نعدلوه باش ما نضيعوش الكليان ديالنا من يدنا. حنايا خدامين من اجل الكليان والله يعدلها من عنده. هادشي ما نقول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.